مش ممكن تكون في صناعة ناجحة بدون تصميم ناجح. نتيجة الاتفاقيات التجارة الحرة الممتدة بين العالم وبعضه أصبح العالم منفتح على بعض. نرحب بضيفنا أستاذ أدهم نديم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بك. في بدايه لقائي معاك حابه كده اعرف من حضرتك في التصميم مع نمو الصناعه ايه علاقتهم ببعض؟ يعني هو من حيث المبدا مش ممكن تكون في صناعه ناجحه بدون تصميم ناجح. احنا في قسم التصميم في المصنع عندنا احنا دايما بنقول ان الاداره بتاعه التصميم او الناس المسؤوله عن التصميم هي في الاساس مسؤوله عن التوظيف، هي بتخلق فرص العمل. التصميم الجيد لو لقى قبول عند العميل بيترجم اوتوماتيكلي الى منتجات الشركه هتنتجها. المنتجات دي هتعوز عماله زايده، العماله الزايده دي معناها ان احنا بنخلق فرص عمل. اما بنحط المفهوم ده امام المصمم بيحس بالمسؤولية الكبيرة المجتمعية اللي مطلوبة من المصمم، لأنه هو مش بس إنه هو يرسم سكتش لحاجة شكلها حلو نبص عليها ونقول جميلة، لا، احنا اللي مطلوب إنه هو يتحول هذا التصميم إلى منتج قابل للتصنيع، وهذا التصنيع يتم بكميات تتيح خلق فرص عمل كبيرة. ازاي بتقدروا تصمموا على جميع الأذواق في المجتمع؟ لازم برضو اللي بيصمم بيبقى قدامه شوية محددات. المحددات دي لازم يبقى دارس هو بيصمم لمين. هل أنا بصمم حاجة علشان الفئة العمرية؟ هل هي لكبار سن؟ هل متوسط عمر؟ هل اطفال؟ هل يعني كل شباب في شباب في الجامعه؟ هل مثلا مستخدم للحاجه دي هيبقى لابس ايه؟ يعني انا النهارده لما لو رجعنا لورا كده مثلا 70 80 سنه 100 سنه الزي اللي كانت الناس بتلبسه كانت بتبقى لابسه حاجات منشيه وحاجات، فبيبقى قاعد ما يقدرش يقعد على كنبه عميقه زي دي ويركن ظهره ويريح وبيبقى عايز، فهنلاقي الكراسي بتاعت زمان العمق بتاعها ضيق. فدي ممكن ما نبقاش واخدين بالنا ان الزي بتاع المجتمع بيأثر في التصميم بتاع الكرسي او الكنبه او الحاجات اللي احنا بنستخدمها. فالمتلقي للتصميم لازم يبقى محدد، وده مش هينفع لده ولا ده هينفع لده. استاذ ادهم، يعني حضرتك شايف الصناعه من 30 سنه والنهارده وبكره ازاي؟ يعني احنا من 30 سنه كان سوق مغلق، الاستيراد ضعيف، وكان اللي موجود منتجات بتنتج محليا فقط. النهارده مصر والعالم كله نتيجه الاتفاقيات التجاره الحره الممتده بين العالم وبعضه اصبح العالم منفتح على بعض. فاصبحت النهارده العين المتلقي العميل اللي احنا كلنا بنستهدفه هو شايف. فالنهارده مفيش حاجه هقول ان ده بتاع ايطاليا او ده بتاع اسبانيا او ده اليابان، لا، انا شايف كل ده. فالنهارده الصناعه ما بقتش منحصره على شويه خشب بيتجمعوا في بعض وخلصت، لا، النهارده التكنولوجيا والحاجات الحديثه جدا بتخش في تصميم كل قطعه. كل التكنولوجيا الحديثه اللي اتطورت عبر 45 سنه احنا شفنا ده بينعكس على النهارده التصميم. فالنهارده انا لو انا ما بقدمش الخدمات دي من اول التصميم والتصنيع للعميل بتاعي، انا هبقى في مرحلة متأخرة جدا بالنسبة للمطروح في السوق العالمي اللي ممكن المتلقي المصري ياخده، ناهينا عن ان احنا بنطمح كلنا الى ان احنا نغزو الاسواق الخارجية. فانا ما اقدرش اروح بره مصر
إلا إذا كان معايا مصمم ومعايا إمكانيات تصنيعية تواكب أحدث المصانع في العالم. بندرس إيه أكتر قطعة بتتباع في البيوت والحاجات دي على المستوى يعني العالمي. فالدراسة طلعت إن الشباب أول قطعة بيشتريها هي الكنبة. يعني لما بيبتدي يأسس بيت جديد أول حاجة ما بينقل في بيت أول حاجة بيشتريها كنبة. ليه؟ لأن الكنبة دي في الأول في أول ليلة بيبات عليها بينام عليها بيقعد عليها. وبعدين بعد تاني حاجة بيشتريها ترابيزة يحطها قدام الكنبة. الكنبة والترابيزة دول بيتحولوا إلى بيته الصغير. التأسيس ده بيتم على مراحل، على الناس بتبقى فيها عندها شوية استقلالية مادية إن هم بيبنوا فبيبتدي بأول حاجة الكنبة اللي هيجيبها، تاني حاجة الترابيزة اللي قدام الكنبة دي بياكل عليها وبيشتغل عليها وبيعمل عليها كل حاجة، والكنبة ممكن بينام عليها، وبعدها بيجيب يونت يتفرج فيها على تلفزيون أو بيبقى عليها ترابيزة يحط عليها التلفزيون. فبداية القصة دي أما فكرنا في الموضوع ده لقيت إن فعلا هو غرفة المعيشة هي الحتة اللي الناس بتتجمع فيها. الناس بتبقى عايشة في الأوضة دي بتقضي فيها أطول فترات وقتها، وهي دي البني آدم بيحس إن ده البيت. بداية البيت في غرفة المعيشة. فغرفة المعيشة بتبقى لازم بتاخد اهتمام كبير، ويعني أنا بعتبرها من أهم الغرف لأن هي اللي بتجمع الأسرة كلها.